مرحبا. اليوم راح نتحدث عن أول أكاديمية فنون في العالم. ترى ما هي أول أكاديمية للفنون انبنت بالعالم، بأي سنة وفي أي مكان؟ أول أكاديمية للفنون بالعالم هي أكاديمية فنون فلورنسا في مدينة فلورنسا الإيطالية، وانبنت سنة 1784. طبعا هي كلمة الأكاديمية موجودة سابقا، يعني قبل أكثر من 2000 سنة كان يعني أفلاطون يعطي دروسه باليونان في مكان يطلع على حديقة اسمها أكاديموس، ومنها اشتق اسم الأكاديمية لنوع من الدروس أو نوع من الأكاديميات، وتطورت صارت أكاديميات للفلسفة وأكاديميات للرياضة وأكاديميات طبية وغيرها. لكن أول أكاديمية فنون في العالم هي أكاديمية مدينة فلورنس اللي انبنت سنة 1784. راح زرت الأكاديمية ودخلت بيها وشفت معالمها، شيء مذهل. شوف التاريخ أمامك، شوف التفاصيل، السنوات الطويلة، قرون، إن شلون يعني تمشي. شوف هنا بهذا المكان، هذه الزاوية أعطيت أول دروس للنحت بالعالم، بهذا المكان أخذت أول دروس التخطيطات برسم الأكاديمية في العالم، هناك أول مكان المزج به الألوان في دروس الرسم، بهذا المكان منحت أولى شهادات الأكاديمية في الفن في العالم. في أي مكان هذا؟ أي جمال! هذه هي أكاديمية فلورنسا. دخلت، استقبلني رواق طويل في البداية بتماثيل على الجانبين بحجم تقريبا مترين للتمثال الواحد، تماثيل مايكل أنجلو الغير مكتملة. شوف الشخصيات اللي تطلع من الحجر، كأنه يعني شخصيات من الحجر والشخصيات داخل راجع طالع منهن. وهذا تثبت مقولة مايكل أنجلو حين سألوه، قالوا له أنه كيف تنحت هذه المنحوتات العظيمة بهذه الدقة بهذا الجمال، وكأنه بشر حقيقيين يعني. قال أنه أنا هي الشخصيات موجودة بالحجر أصلا، يعني أنا ما علي غير أشيل الزوائد وأرميها جانبا فتظهر هذه الشخصيات. أي مقولة عظيمة لأي فنان ملهم وعظيم. دخلت للأكاديمية، استقبلني باحة دائرية بها تمثال اللي هو أعظم تمثال في عصر النهضة، تمثال دافيد العظيم اللي نحته مايكل أنجلو بارتفاع 5 أمتار على حجر المرمر. 5 أمتار ينتصب دافيد، والسقف الزجاجي، وباحة دائرية الناس تشوفها من كل الجوانب، وفوق الضوء ينزل على أكتاف دافيد، ودافيد يلتفت اليسار وينضرب عينه الذكية ووجهه الجميل وشعره المجعد اللي يذكر بالتماثيل الرومانية، شكل جميل يقدم ساق إلى الأمام قليلا كأنه على شكل حركة. يا إلهي، ذي سحر جمال! ينتبه حضرة الجمال مايكل أنجلو ودافيد. طبعا هو هذا التمثال من البداية من ناحية مايكل أنجلو نوضع راديو حب يوضعه أمام قصر فيشو بساحة سنيورنا، لكن الفنان دافنشي اعترض بوقتها، قال إنه هذا فنان شاب مايكل أنجلو، كيف يوضع عمله بهذا المكان كذا. لكن بالنهاية تجي وافقه وانعرض هناك، وبقى أكثر من 300 سنة هناك في الساحة. بعدين انتقل إلى أكاديمية الفنون وصنعوا له عربة خاصة نقل بيها، يعني في مهابة حقيقية وعربة، وانتقل للمراسيم، يعني انتقل للأكاديمية. شوف يعني هنا انت تطلع على شيء، تشوف مايكل أنجلو كيف حول إلى قطعة الحجر إلى أحاسيس، كيف حول شيء يعني أصم، شيء مادة صماء، إلى مشاعر وتفاصيل عظيمة، يعني كيف شيء من الطبيعة جلبه وحول إلى كنز وأسطورة فنية. هنا في هذه الأكاديمية فقط تشوف أشياء من هذا القبيل، أكاديمية فلورنسا. شكرا لكم، وإلى الأسبوع القادم.